إن أول رواية شيعية تصلنا عبر التاريخ هي رواية إبراهيم ابن محمد الثقفي المتوفي سنة 280 للهجرة، يعني في القرن الثالث، في كتابه أخبار السقيفة أو الغارات الأسم، يرويها عن أحمد بن عمر أو ابن عمرو البجلي، عن أحمد بن حبيب العامري، عن عمران بن أحيون، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام. طبعا كل عن يعني ما بيحدثنا أو أخبرنا، يعني واحد ينقلها كأخبار طائرة. قال أبو جعفر أو أبو عبد الله جعفر بن محمد، قال والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته، يعني اجوا النار حطوها بالبيت وحرقوا بيته وطلع الدخان فأجبر على البيع. طيب هذا الكتاب، كتاب السقيفة اللي هذا يروون عنه في القرن الثالث، يعني بعد وفاة الإمام الصادق بأكثر من 100 سنة يروي الرواية هذه، وكتاب السقيفة هذا لم يصلنا ولم نعرف له أثرا، وإنما نقل هذه الرواية عنه الشريف المرتضى في كتاب الشافي في الإمامة في القرن الخامس الهجري. بعد 200 سنة جاي واحد ينقل عن كتاب قبل 200 سنة، عن شخص قبل 100 سنة، عن حدث قبل 150 سنة. لاحظوا كيف الرواية يعني عجيبة غريبة، يعني أي بعد فاصلة زمنية تقدر بأكثر من 100 عام وبلا أي سنة. ولا هو المرتضى عندما ينقل عن هذا الكتاب بدون أي سنة، قال إبراهيم ابن محمد الثقفي في كتابه. طب منين جبت الكتاب؟ من روى لك الكتاب؟ كيف تأكدت من عند هذا فعلا هو راوي؟ كيف تأكدت من السند السابق؟ لا تبحث عن السند. والآن الأخباريين يشيلون حملة علينا الآن في أثناء الحديث أنه أنت لماذا تعتمد يعني السند، دراسة السند، وهذا علم سني هذا. يعني فعلا شيء مضحك أن واحد عندما يبحث ويحقق يعني يصبح هذا التهمة.